قسما بكل مدرج بدمائه، قسما بتراب الأرض ممزوجا دما، قسما بعزة شامنا وجلالها وجمالها، قسما سنأخذ من أراد بكيده غدر الشآم بما أراد. من قال إن سوريا لا تريد الحل؟ فمن مصلحة سوريا حكومة وشعبا أن تنتهي الأزمة فيها، وهذا ما بدا واضحا منذ البداية وظهر على الأرض من خلال دعوة الحكومة للحوار لمن يستحق الحوار وتلبية الشعب السوري وبدء الحوار الداخلي. الآن وعلى ما يبدو للعيان قد بدأ الحوار الخارجي بين الأقطاب المؤثرة في الأزمة السورية إيجابا أو سلبا. ما إن حطت طائرة وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي في العاصمة الأردنية عمان حتى أعاد التأكيد على ضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة في سوريا يحافظ على وحدة سوريا أرضا وشعبا من خلال الحوار الوطني. ومن دمشق وفي لقائه الرئيس بشار الأسد أكد صالحي أن سوريا هي الأقدر على اتخاذ أي قرار بشأن مصيرها ومستقبلها. هذا الموقف لم يكن مستغربا، فإيران ومنذ بداية الأزمة السورية تحاول جاهدة الوقوف إلى جانب حل سلمي يضمن مصالح الشعب العربي في سوريا. حوار القطبين الأمريكي الروسي وما نتج عنه من تصريحات لكيري الذي أبدى تعاوناً مع روسيا لإيجاد طرح لحل الأزمة في سوريا والالتزام ببيان جنيف طبعاً هو ما كان مستغرباً حقيقة. ليأتي ترحيب الأخضر الإبراهيمي مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا بهذه الخطوة والتي اعتبرها خطوة هامة تدعو إلى التفاؤل. أما من أبدى استعداده للمساعدة وبأي شكل وبعد الترحيب بهذه الخطوة واعتبار المؤتمر الذي جمع وزيري الخارجية الروسي والأمريكي بداية عملية سلام، كان الاتحاد الأوروبي على لسان المتحدث باسم وزيرة خارجيته الذي قال إن الاتحاد الأوروبي مرتاح جدا للاتفاق بين روسيا والولايات المتحدة حول سوريا. حوار الأقطاب الخارجية وعلى ما يبدو لقي ردود أفعال من أطراف عدة، وهذا التبدل الواضح في موقف الولايات المتحدة يأمل مراقبون أن يكون التبدل الأخير. قسما بصادق وعدنا بطول الصبر أفرغه علينا الله أودع في ضمائرنا وأجرى في سواعدنا من سر أسماء له معنى العزيز المقتدر. قسما سنأخذ من أراد بكيده غدر الشام بما أراد، قسما بذاك ونحن الصادقون.